السلام عليكم. نكمل اللي خذيناه في المحاضرة اللي فاتت. نحن آخر حاجة توقفنا المحاضرة اللي فاتت خذينا على أنواع الأخطاء، أنواع الأخطاء اللي تصير في عملية قياس. في بعض أنواع الأخطاء اللي تصير في عملية قياس من ضمنهم تحكينا على الخطأ المطلق اللي هو الأبسولوت إيرور، عرفنا كيف نحسبه، خذينا القوانين بتاع المحاضرة اللي فاتت كلهم، وخذينا الخطأ النسبي اللي هو الريليتيف إيرور، وخذينا النسبة المئوية للخطأ اللي هي إحنا قلنا سموا فيها أخرى دقة قياس أو نسبة مئوية للخطأ، وخذينا أخرى الدقة النسبية للقياس، وخذينا النسبة المئوية للدقة النسبية. القوانين هذين كنا خذينا من هذا فات تونا بنطبقوهم في المثال هوية. المثال هذا شنو يقول؟ يقول إذا كانت قيمة متوقعة لجهد بين أطراف مقاومة هي 50 فولت، إلا أن القياسات أظهرت قيمة مقاسة قدرها 49 فولت. نحن قلنا في الأمثلة اللي يطلب مني بعض أنواع الأخطاء اللي هنا خطأ المطلق والخطأ النسبي والدقة النسبية خطأ، والأنواع اللي خذينا من هذا فات القوانين بتاعها، قلنا ركزوا على حاجتين قوانين كدن فيهن رمزين مجهولين اللي هو الواي ان والاكس ان. قلنا ان الواي ان هو القيمه المتوقعه للقياس، قلنا القيمه المتوقعه للقياس هي القيمه الحقيقيه، لكن احنا في القياسات ما عادش نقولوا قيمه حقيقيه، نقولوا قيمه المتوقعه للقياس. والاكس ان قلنا هي المقاسه، القيمه المقاسه فعليا هي القيمه اللي اعطاها لك الجهاز، انت بعد درت عمليه قياس القيمه اللي قراها الجهاز هذه هي الاكس ان، هي القيمه القيمه المقاسه، القيمه المقاسه فعليا هي اكس ان، هي القيمه اللي قراها الجهاز. والواي ان قلنا هي القيمه المتوقعه للقياس، هي القيمه الحقيقيه، لكن احنا ماش نقول قيمه حقيقيه لان احنا نقوم بعمليه قياس، فقلنا نسمو في المسمى القيمه المتوقعه للقياس. احنا متوقعين القياس لنا في تعطينا قيمه حقيقيه، فسبك احنا نسمو فيها القيمه المتوقعه للقياس. فثبتنا النقطتين هذين الواي ان والاكس ان، اذا كان احنا عرفناها حنعرف كيف نجيبوا المطالب كلها. اول مطلوب اللي هو الخطا المطلق. الخطا المطلق اللي هو الابسولوت ايرور، يعني نزول برمز اي. شنو هو الخطا المطلق؟ من تعريف الخطا المطلق هو شنو؟ هو الفرق بين قيمه متوقعه القياس والقيمه المقاسه فعليا، اللي هو الواي ان ناقص الاكس ان. فجينا نعوض في القانون، انا عارف ان قيمه متوقعه معطيات في المساله، قال لك اذا كانت قيمه متوقعه للجهد بين اطراف مقاومه، يعني هو يقيس في الجهد، والقيمه المتوقعه شنو هي؟ واي ان، هي اللي هي 50 فولت، الا ان القياسات اظهرت قيمه مقاسه. مع مدار القياسات القيمه المقاسه كم اللي قاسها الجهاز؟ 49 فولت، معناتها هذه شنو؟ هذه الاكس ان. فانا عرفت ان الواي ان هي 50 فولت وان الاكس ان هي 49 فولت. فنجي تو نعوض في قانوني، نجيب الخطا المطلق اللي هو الابسولوت ايرور يساوي شنو؟ واي ان ناقص اكس ان يساوي 50 ناقص 49، 50 فولت ناقص 49 فولت حاليا شنو؟ يساوي 1 فولت. هذا اول مطلوب. المطلوب الثاني طالب النسبه المئويه للخطا. النسبه المئويه للخطا شنو هي؟ النسبه المئويه للخطا هي عباره عن خطا المطلق، اللي معلش هي عباره عن خطا نسبي وتضربه في 100 تحط علامه مئويه. خطا نسبي شنو هو؟ خطا نسبي هو عباره عن خطا مطلق اسمه الواي ان، قوانين قالت في المحاضره اللي فاتت تقدر تشوفون. فانا باش نجيب النسبه المئويه للخطا اللي هي معناتها البرسنتج ايرور، البرسنتج ايرور تعني النسبه المئويه للخطا، شنو تساوي؟ تساوي الخطا المطلق قسمه القيمه المتوقعه للقياس، نضربهم في 100. بعد ما نجيب الخطا المطلق نقسمها القيمه المتوقعه نضربها في 100 ونحط علامه مئويه، هذه هي شنو؟ هذه هي النسبه المئويه للخطا. فنجيب الخطا المطلق اللي هو اي، انا جايب في المطلوب الاول، ونقسم عن القيمه المتوقعه القياس ونضربه في 100 ونحط علامه مئويه، هذا باش نجيب شنو النسبه المئويه للخطا. فنعوض تعويض مباشر، حيعطيني 50 ناقص 49 قسمه 50 ضرب 100 وحط علامه مئويه، يطلع معايا الناتج بتاعي 1 قسمه 50 في 100 اللي هي النسبه المئويه، حيطلع لي 2%. باهي خطين هذين شنو يعني؟ معلش الواي ان ناقص الاكس ان قسمه الواي ان، بس حاطين بين خطين. في القانون هذا لما نجيب النسبة المئوية خطأ نشوف في خطين كي هذين، يعني أن القيمة اللي بين الخطين هذين العمودية هذين هذي يسمو فيها القيمة المطلقة، مهما لما القيمة هذه تطلع سالبة نخليها ناخذها موجبة، يحذف العلامة السالبة، وإذا كانت موجبة أوكي. يعني إذا كان الرقم اللي بعد ما أنا حسبت الواي إن ناقص الإكس إن وقسمته على الواي إن طلع لي رقم هذا موجب، تمام نحول الخطين هذين وناخذ رقم قيمة، إذا كان طلع لي سالب معناته نحول العلامة سالبة وناخذ رقم هذا موجب. الخطين هذين قيمة مطلقة تلغي القيمة العلامة السالبة. فأنا عندي 50 ناقص 49 هيطلع رقم موجب، دي واحد قسمة 50 هيطلع معناتها قيمة موجبة، معناتها نحول الخطين هذين ونحط رقم قيمة، لكن إذا كانت طلعت قيمة سالبة هنحول السالب وناخذ رقم قيمة موجبة، بس ناخذها نحذف العلامة السالبة، لأن الخطين هذين أن القيمة المطلقة يحذف في العلامة السالبة، تاخذ قيمة موجبة بس للمقدار اللي قاعد بين الخطين هذين. فتعني القيمة المطلقة هي حذف العلامة السالبة، فأنا ما عنديش سالب أنا، فناخذ رقم كيف هو، فيطلع عندي 1 قسمة 50 في 100 حيطلع عندي 2%. هذا بالنسبة شنو؟ بالنسبة للمطلوب الثاني. بالنسبة للمطلوب الثالث
اللي هو الدقة النسبية. هنجول السلايد. الدقة النسبية اللي هي الريليتيف اكيورسي شنو تساوي؟ الدقة النسبية عندها قانونين، انت حر تحل واحد من غير حد يديك نفس النتيجة. القانون الأول اللي هو تساوي القيمة المقاسة قسمة القيمة المتوقعة للقياس، عبارة عن نسبة بين القسمة المقاسة والقيمة المتوقعة للقياس، اكس ان قسمة الواي ان. فالاكس ان عندي 49 فولت والواي ان 50، نقسمها على بعض تعطيني 0.98، هذا الناتج بتاعي. إذا كان بنحلها بقانون آخر، في قانون آخر للدقة النسبية، شنو يقول؟ القانون الآخر للدقة النسبية للقياس يقول شنو؟ يقول أنها تساوي 1 ناقصا الريليتيف ايرور، يعني 1 ناقصا الخطأ المطلق. به 1 ناقص خطأ مطلق، أنا الخطأ المطلق شنو هو؟ هو واي ان ناقص اكس ان قسمه واي ان، بس شنو؟ ناخذ القيمة المطلقة لهن. فلما جينا نحسب العملية هذه حتطلع لي حتى هي بالضبط 0.98، حاطيني نفس النتيجة. تمام. المطلوب اللي بعدها النسبة المئوية للدقة، اللي هي البرسنتج اكيوسي. اذا بزول برمز اي سمول، البرسنتج اكيوسي اللي هي النسبة المئوية للدقة، هي عبارة عن انك تاخذ الدقة سواء انك حسبتها بالقانون الاول اللي هو اكس ان قسم الواي ان، سواء انك حسبتها بالقانون الثاني 1 ناقص ريليتيف ايرور، 1 ناقص خطأ مطلق، حسبتها بالقانون هذا او القانون هذا، تاخذها بعد ما تحسبها وتضربها في 100 وتدل على علامه مئويه، فهذه هي النسبه المئويه للدقه. يعني عندك الدقه النسبيه احسبها كيف ما تبي تحسبها، في المطلوب اللي قبله المطلوب جيم، تحسب الدقه النسبيه اللي هي رمز اي، رمز اي كابيتال، احسبها كيف ما تبي تحسبها باي قانون، قانون اول او قانون ثاني. القانون الاول هو اكس ان قسم الواي ان، القيمه المقاسه قسم القيمه المتوقعه للقياس، او تحسبها القانون الثاني اللي هو 1 ناقص الخطا مطلق، النتيجه حتعطيك نفس النتيجه وحده منهم. المهم تاخذ القيمه هذه لما تبي تجيب النسبه المئويه للدقه، حتضربها في 100 وتحط العلامه المئويه، هذا حل بتاعك. حاطين احنا النسبه المئويه للدقه طلعتنا 0.98، ضربناها في 100 طلعت 98، اعطينا علامه مئويه اللي هي طلعت 98%. نحن طبعا القوانين اللي باقي خذيناها واللي خذينا عليه مثال تو شرحنا تو، اللي هو لو كان عندي قيمة متوقعة للقياس، يعني لو كان عندي قيمة حقيقية، أنا عارف قيمة متوقعة للقياس كم حتكون، حتعطى في مسألة قلنا لي. لكن في أوقات ما تجدش عندي القيمة متوقعة للقياس، يعني أنا مش عارف القيمة متوقعة للقياس كم، ما عنديش أي خلفية على الشيء اللي أنا قاعد نقيس فيه. يعني أنا جاي جهاز قياس ونبي نقيس شيء معين، سواء كان جهد، سواء كان تيار، سواء كانت قيمة مقاومة، سواء كان أي شيء قدامي نبي نقيسه، بس أنا ما عنديش خلفية على الشيء هذا، ما عنديش قيمة حقيقية بتاعه كم أو قيمة متوقعة للقياس كم. فانا في الحاله هذه ندير في عمليه القياس كم مره، نقدر نكرر في عمليه قياس نفس الكميه، نفس الكميه المقاسه اللي انا بنقيسها، نبي نقيس لها، نبي نقيس القيمه بتاعها، نقدر نعاود في عمليه قياس كم مره. فانا نعاود في عمليه قياس كم مره ونجيب متوسط القياسات علينا، المتوسط الحسابي قياسات علينا، وهذا نعبر عليه كانه هو القيمه المتوقعه للقياس. فعشان قال لك انا قال لك طبعا تقنيه القياس يمكن اجراء القياس الواحد عده مرات، وخاصه اذا لم تكن قيمة متوقعة للكمية المقاسة موجودة. ما كانتش عندي قيمة متوقعة للقياس. ففي الحالة هذه نعرف في حاجة اسمها دقة قياس يسمى فيها بريسيجن، بأنها مدى قرب القراءة الواحدة لمجموعة من القراءات المتكررة لنفس الكمية المقاسة من متوسط القراءات. يعني دقة القياس في الحالة هذه لما تكون ما عندكش القيمة المتوقعة للقياس يسموا فيها هي مدى قرب القراءة الواحدة. يعني انت مدير مجموعة قراءات صح؟ واحدة من القراءات هابينة، مدى قربها من ايش؟ من متوسط القراءات هابينة. يعني انت بعد ما تجيب متوسط قراءات هابينة، مدى قرب القراءة الواحدة من مجموعة القراءات اللي درت، اي واحدة من القراءات اللي درت، مثلا درت 10 قراءات انت، اي واحدة من القراءات هابينة، القراءة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، أي واحدة منهم، شنو مدى قربها من متوسط حسابي للقراءات هابينة؟ بعد ما تجيب متوسط حسابي مجموعة القراءات هابينة كلهم، شنو مدى قرب القراءة واحدة من القراءات هابينة إلى المتوسط حسابي هذه؟ هذا يسموا فيه شنو؟ يسموا فيه دقة قياس. لما تجد أنا عندي اللي هو البريسيجن، لما تجد أنا عندي ما عنديش خلفية علي القيمة المتوقعة للقياس، يعني أنا مش عارف قيمة متوقعة للقياس كم، هي في المعنى الآخر يعني مش عارف قيمة حقيقية. فقال لك أنا يمكن استبدال هذه القيمة المتوقعة للقياس بقيمة متوسطة، يعني أنا أتوقع المتوسط حسابي للقراءات هابينة هو القيمة نعتبروه قيمة متوقعة للقياس. او متوسط حساب القياس، المتوسط الرياضي للقياسات. ففي العلاقه هذه او بالقانون هذا نقدر نجيب انا اللي هو البريسيجن اي، البريسيجن اي او دقه القياس للقراءه اي. لما تلقى بين قوسين كلمه بريسيجن هذه دقه قياس، ورمز الاي اللي له هذا هذا رقم القراءه. فانا مع شو معنى بريسيجن اي؟ معناتها دقه القياس للقراءه رقم اي. مثلا بريسيجن 4 معناتها دقه القياس للقراءه الرابعه. اي 5 مثلا، بريسيجن 5 معناتها دقة القياس للقراءة الخامسة. وبشكل هذا
شنو في الرموز اللي نشوفين هنا في القانون هذا؟ حنلقوا رمز اخر اسمه اكس اي. اكس اي هذا قيمه القراءه رقم اي. مثلا لو ندير في مجموعه القراءات، فالقراءه الاولى كيف نعبر عليها؟ نعبر اكس واحد، الاي بواحد القراءه الاولى. القراءه العاشره مثلا، مثلا درت القراءه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه نفس الكميه نقيس فيها، قيسها مره اولى نقيسها مره ثانيه والثالثه والرابعه، بنعبر على القراءه العاشره. انا 10 وحده هنا درتها، فشنو حتقعد اكس 10. اكس 10 شنو تعني؟ تعني قيمه اكس 10 شنو تعني؟ تعني قيمه القراءه رقم 10، القراءه العاشره. فاكس اي تعني قيمه القراءه رقم اي. ان اي يعبر على كم؟ يعبر على رقم القراءه، كم ترتيب القراءه، القراءه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه اي منها. اكس ان فوقها خط. طبعا احنا عارفين الرمز في الغالب، الرمز ديما اللي فوق الخط هذا يعني متوسط حسابي. يعني شنو معنى متوسط حسابي؟ متوسط حسابي معناته قيمه قراءات قسمة عددهم. كيف قيمة القراءات؟ يعني أنت مثلا القراءة الأولى طلعت قيمتها 5، الثانية طلعت قيمتها 6، الثالثة طلعت من 4، كذا بالطريقة هذه. كم عندك قراءة؟ كم درتها مرة قراءة؟ 10 مرات مثلا. تجمع القراءات اللي درتها، القراءة الأولى طلعت 5، الثانية 6، الثالثة رابعة 7، بالطريقة هذه تجمعهم وتقسمهم على عددهم. كم قراءة مثلا؟ 10 مرات قست أنت، تقسم على عدد القراءات كم؟ 10. تأخذ قيم القراءات تجمعهم تقسم على عدد القراءات. هذا هو المتوسط الحسابي. تمام. كيف مثلا عندك مثلا طلبه في فصل معين، بتجيب متوسط الاعمار نتاعها، مثلا متوسط اعمار الطلبه هذه. شو بتدير انت؟ مثلا عندك 10 طلبه، بتاخذ مجموع اعمارهم. الاول عمره 20 سنه، الثاني عمره 22، الثالث عمره 30، الرابع عمره، تجمع مجموع الاعمار هذينا 20 زائد 22 زائد 30 كذا، لعدد الطلبه هذيما 10 اعمار عندك، لان 10 طلبه، العمر الاول زائد العمر الثاني. بعدين تقسمها كم؟ تقسمها على عدد الطلبه، عدد الطلبه كم؟ 10. يعني مجموع اعمار مع عدد. فهذه هي متوسط حساب اي طريقه. تكون عندك مستوى قراءات، فبتاخذ مجموع القراءات قسمه عددها. ان هنا هو عدد القراءات، ان هو عدد القراءات، عدد كل القراءات. يعني متوسط حسابي مجموع القراءات عددها ان، هذه اكس شرطه، هذا متوسط حسابي. الان هو عدد القراءات، ينام داير مثلا 10 قراءات نفس الكميه، قريها قيسها 10 مرات، فان هذا مثلا هو حقيقه في الحاله هذه 10. قانون تاعي باش نجيب دقة القراءة، دقة القياس ماشي لقراءة رقم اي، حيساوي شنو؟ 1 ناقص القيمة المطلقة للعملية هذه اللي هي اكس اي، اللي هي القراءة رقم القياس او رقم اي، قيمة القراءة رقم اي، ناقصا المتوسط حسابي لمجموعة من القراءات عددهن ان، قسمة المتوسط حسابي لمجموعة من القراءات عددهن ان. هذا يعطيني دقة القراءة او دقة القياس لقراءة رقم اي. هناخذ عليه مثال حتى اوضح اكثر ان شاء الله. جينا هنا في المثال هذا، قال لك أجريت مجموعة من القياسات مكونة من 10 قراءات. يعني أنا عندي كمية مقاسة قستها 10 مرات، أو كمية أنا قستها 10 مرات. أجريت مجموعة من القياسات مكونة من 10 قراءات، 10 قراءات معناتها كم قست مرة؟ أنت قست 10 مرات لنفس الكمية المقاسة بالمختبر. يعني أنت قاعد في مختبر وخذيت كمية قستها 10 مرات، قست لها سواء الجهد نتاعها سواء التيار نتاعها سواء المهم، قست شيء فيها 10 مرات لنفس الكمية كما هو مبين في الجزء التالي. القراءة الأولى أعطتني 98 مثلا، هو يقيس هنا في المثال هذا، قال لك نقيس مثلا في الجهد، قال لك الفولت، ممكن نقيس أي شيء لكن في المثال كتب لك فولت. فالقراءة الأولى كان قيمتها الإكس أي بتاعها كم؟ كم قيمة القراءة الأولى؟ قلنا الإكس أي إكس واحد معناتها كم؟ 98 قيمتها. القراءة الثانية كم كانت قيمة القراءة بتاعها؟ إكس 2 102. القراءة الثالثة كم كانت قيمة القراءة بتاعها؟ إكس 3 كم؟ 101. وبالطريقة هذه عندي 10 مرات درت عملية قياس، وهذه قيمة كل عملية قياس. اكس 1 قيمتها 98، اكس 2 عملية قياس الثانية قيمتها 102، اكس 3 قيمتها 101، وبطريقة هذه. قال لك أنا في المثال هذا نبي أحسب لي دقة القياس بريسيجن للقراءة رقم 4، يعني يبي بريسيجن 4، دقة القياس للقراءة رقم 4. نجي نعوض في القانون تاعي، شنو يقول القانون؟ يقول أن بريسيجن يساوي بريسيجن أي، دقة قياس قراءة أي تساوي واحد ناقصا القراءة اي، قيمة قراءة اي كم؟ اكس اي، ناقصا متوسط حساب مجموع القراءات قسم المتوسط حساب مجموع. بس طبعا يكون الكلام هذا شنو؟ قيمة مطلقة له، لو طلعت سالب بتاخذها موجب. هنا قال حيث ان ان هو عدد القراءات، كم في المثال هذا عدد القراءات؟ يساوي 10، 10 مرات دفع عملية قياس. والقراءة المطلوب حساب دقة القياس لها كم؟ قراءة رقم 4، قال لك جيب دقة القياس قراءة رقم 4، بريسيجن 4، دقة قياس قراءة رقم 4. إذا اي بيش 4،
بقياس قراءة مربع. فلما جيت أول القانون تاعه حيجد بسجن 4 يساوي 1 ناقص إكس 4 ناقص إكس 10 فوق خط متوسط حسابي 10 قراءات، رسمه متوسط حسابي 10 قراءات. المتوسط حسابي أول حاجة نحسبه، طبعا الخطأ اللي يصير في المثال هذا هو مثال تعويض يعني مباشر، ما فيش يعني تعرف تفهم القانون وتعوض تعويض مباشر موجود كله. الحاجة الوحيدة اللي أنت تحسبها اللي هي المتوسط حسابي. لما نقول لك إكس 4 قراءة رقم 4 في القانون، أو تجيب لي دقة قياس قراءة 10 تبي تجيب إكس 10 قاعدة موجودة في الجدول، قراءة 4 تعدي الجدول تشوفها كم تأخذها تعوض مباشرة معطيها مثلا. لكن شو اللي بتحسبها حسبة أنت اللي هي المتوسط حسابي. وعندك انا متوسط حسابي ل 10 قراءات، انك تدير 10 عمليات قياس انت فان ب 10 عددها، فتجيب اكس 10 فوق خط المتوسط حسابي. شنو كيف تحسبه؟ تجمع مجموع قياسات الاكس 1 اللي قياس الاول كانت 190، اكس 2 كانت 102، اكس 3 كانت 101، اكس 4 كانت 97. بالطريقه هذه عند ال 10 قسمه عددها، هذا يعطيك المتوسط الحسابي اكس فوق خط ال 10 قياسات. فالمتوسط حساب مجموع قياسات قسمه عددها، هذا هو اللي بتحسبه بس. بقيت الباقي اللي هو قيمه القراءه رقم 4 تو كان في هذا اكس الاي ب 4 اكس 4 عندي في جدول ناخذها مباشره. فتركز بس في حسبه متوسط حسابي تعويض مباشر، تجمع قراءات تاخذها تقسم على عدد فيطلع معك هنا 101.1، هذا هو المتوسط حسابي لل 10 قراءات تقريبا. نجي نعوض في قانون بريسيجن 4 يساوي 1 ناقص حول اي نحط 4 قراءه رقم 4 اكس 4 ناقص متوسط حسابي ل 10 قراءات من العشرة قسمة المتوسط حسابي العشر قراءات. بس هذا كله محطوط شنو داخل شنو داخل القيمة المطلقة، يعني الرقم هذا لو طلع بسالب ناخذ موجب حيساوي واحد ناقص القراءة رقم أربعة إكس أربعة طلعت 97 ناقصا قاعدة في جدول 97 ناقص المتوسط حسابي العشر قراءات حسبته تو طلع 101.1 قسمة المتوسط حسابي العشر قراءات بين اللي هو 101.1. لو نحسب 97 ناقص 101.1 قسمه 101.1 حيعطيني رقم بالسالب. ليش بالسالب؟ لان 97 ناقص 101.1 هذا بالسالب، 97 اقل من 101.1 فيطلع عندي البسط بالسالب والمقام بالموجب، حتقسمهم لبعض يطلع لك رقم بالسالب. بس شنو صاير عندنا؟ خطينا بين يحولها شنو؟ يحولها في علامه سالبه، هو قيمه مطلقه ناخذ بس. فناخذها شنو القيمه هذه؟ ناخذها حول السالب ناخذها كيف ما هي بموجبها، حتجد 1 ناقص القيمه هذه حيطلع عندي 0.96. شوفوها بالحاسب حيطلع لك الرقم الماضي. فيش اي اشكاليه ان شاء الله تعويض مباشر شوي تركيز بس. بعدها هنا قال لك نبو نديروا تحليل احصائي الاخطاء في عمليه قياس. التحليل الاحصائي الاخطاء في عمليه قياس ليش نديروا فيه؟ لان احنا لو درنا عمليه قياس اي كميه فيزيائيه، اي كميه فيزيائيه بديلها عمليه قياس او بنقيسها، عمليه قياس هذه حتاثر بعديد من العوامل، عديد من العوامل. مثلا لو نبي نقيس مقاومة للموصل الكهربائي بقطعة معينة، مثلا من سلك قطعة معينة من الموصل، ففي عدة عوامل حتأثر على عملية القياس هذه. من أهم العوامل هذه هي شنو؟ هي مثلا نقاء المادة المصنوع منها الموصل وطول الموصل ومساحة الموصل هذا والعوامل الميكانيكية أثناء تصنيع الموصل مثل الشد اللي تعرض للموصل هذا أو المعالجة الحرارية في أثناء عملية التصنيع. وفي عوامل أخرى تأثر على الموصل هذا، الواقع اللي قاعد فيه الموصل درجة حرارة اللي موجود بها وتوزيع التيار على الموصل الرياضي. فالكلام هذا كله اثر لي في شنو؟ اثر في عمليه القياس. ونفترض اني انا عارف القيمه اللي تاثر بها كل عامل من العوامل الرياضيه على عمليه قياس، يعني كل عامل من العوامل الرياضيه سواء كان درجه حراره موصل توزيع التيار عليه الرطوبه الجويه اللي قاعد فيها الضغط الجوي اللي قاعد فيه، الكلام هذا كله اني انا عارف كل عامل من العوامل الرياضيه كم مقدار التاثير بتاعها على عمليه قياس. فانا نقدر نفسر كيف يختلف عمليه قياس، لكن انا عارف انه من الصعب تثبيت العوامل هذه كلها اثناء تكرار عمليه قياس. كيف كلام هذا؟ يعني انا لو جيت درت عمليه قياس تو للماده هذه او المقاومه في اللحظه هذه كان الضغط الجوي بقيمه معينه، كانت الرطوبه بقيمه معينه، كانت درجه الحراره بقيمه معينه، التيار اللي مر في اللحظه هذه، يعني في اشياء واجده تاثر العوامل هذه مستحيل يثبت في اللحظه اللي انا درت عمليه قياس هذه ولحظه واحدة اخرى بعدها مثلا بعد ساعة او بعد نص ساعة او بعد 10 دقائق، مستحيل درجة الحرارة تكون بالضبط نفسها هي، مستحيل الضغط الجوي والرطوبة تكون نفسها بالضبط. فانا العوامل هذين مستحيل نثبتن اثناء تكرار عملية قياس، فحسبها كان يصير عندي بعض الاخطاء. فنحن نديروا في عملية تحليل احصائي الاخطاء بينا للعوامل المتغيرة اللي حكينا عليها توا، الاحتمالات اللي تكون فيها متساوية احتمال ضعيف جدا، فلذلك حيكون عندي اخطاء، فالقيمة المقاسة حتكون اكثر من او اقل من القيمة المتوقعة للقياس. سبقنا حنديروا في بعض عمليات التحليل الاحصائي اللي من ضمنها المتوسط الحسابي اللي هو الارثمتيك مين
والانحراف المتوسط والانحراف المعياري. هناخذ كل الكلام هذيه كل واحد شن يعني، وحنبدأ بهن. أول حاجة نبدأ بقيمة متوسطة أو متوسط حسابي. القيمة المتوسطة اللي هو الارثمتك مين، أو المتوسط حسابي اللي هو الافرج فاليو، اللي هن نفس المعنى، هن اثنين. سواء قلت قيمة متوسطة لعملية معينة أو قلت متوسط حسابي لعملية معينة، فهن اثنين نفس المعنى. قيمة متوسطة معناتها الارثمتك مين، أو متوسط حسابي اسمه الافرج فاليو، فهن اثنين يعني نفس المعنى. الرمز بتاعهم ديما اكس أو أي رمز آخر يكون فوق خط، هذا يعني متوسط أو قيمة متوسطة. نلقى رمز ان جنبه وكذا اللي معناتها المتوسط الحسابي لمجموعه من القراءات. فانا عندي قيمه متوسطه متوسط حسابي لمجموعه اكس فوق خط مثلا اكس داش لمجموعه من القراءات ان، مثلا اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 الى اكس ان. فشن هو يساوي مجموع القراءات هذينا على عدد، عدد شنو هو؟ هو ان، هو عدد القراءات. فهذا عرفنا احنا هذه بطريقه مبسطه وسهله كيف تحسب المتوسط الحسابي او القيمه المتوسطه لمجموعه من القراءات. تاخذ وعوضناها في المثال اللي فات، تاخذ مجموع قراءات بينها قسمه عدد القراءات. نجي الحالة الثانية. قبل ما نحكي عن الانحراف المتوسط والانحراف المعياري بنعرف شنو هو الانحراف. قبل ما نحكي عن الانحراف المتوسط والانحراف المعياري بنعرف شنو هو الانحراف اصلا. الانحراف هو عبارة عن تعريف بتاع انحراف القراءة، انحراف القراءة، قراءة قياسية، قياس ما تكون اكس اي اكس 2، يعني قراءة انحراف قراءة اي، اي نحكي بها رقم القراءة، مرات اي 1 اي 2، اي 1 جمعتها قراءة رقم 1، اي 2 جمعتها يرمز القراءة رقم 2. فقالت انحراف القراءة اي ويرمزها بالدي اي. كل قراءة عندها انحراف، يعني كل قراءة عندها انحراف، يعني القراءة الأولى عندها انحراف، القراءة الثانية عندها انحراف، القراءة الثالثة عندها انحراف. فمثلا القراءة الأولى الاكس اي شنو الانحراف تاعها؟ هو دي 1، القراءة الثانية دي 2، القراءة الثالثة اكس دي 3. فكيف نحسب الانحراف هذه؟ قال لك انحراف تعريفه هو شنو؟ هو الفرق بين قراءة، فرق بين قراءة اكس اي والقيمة المتوسطة لمجموعة القراءات، اللي هو شنو؟ متوسط حساب القراءات. يعني انت تجيب انحراف القراءة الأولى، شنو هو حيقعد؟ هو يقعد القراءة الأولى ناقص المتوسط الحسابي. تجيب قيمة الانحراف للقراءة الرابعة، شنو هو قيمة انحراف القراءة الرابعة؟ يساوي قيمة القراءة الرابعة ناقص المتوسط الحسابي. يعني عندي كقانون عام الدي اي، يعني قيمة الانحراف لقراءة اي يساوي قيمة القراءة اي ناقص المتوسط الحسابي. يعني انت باش تعرف انحراف القراءة رقم اي حتجيب القراءة رقم اي كم وتنقص منها المتوسط الحسابي. على سبيل المثال قيمة الانحراف كم للقراءة العاشرة؟ دي 10، حيساوي القراءة العاشرة كم ناقص منها المتوسط الحسابي، يعني اكس 10 ناقص المتوسط الحسابي. واضح قانون عبارة عن، بعدين ناخذوه في الأمثلة، حناخذ عليه مثال حنعوض عليه، تمام؟ قال لك هنا في معلومة تجي في بالك أن المجموع الجبري، ركز على الكلمة دي، في فرق بين المجموع الجبري، في فرق بين مجموع القراءات المطلقة، مطلقة في فرق بين الجبري، الجبري أن تأخذ كل حاجة بإشارتها. المجموع الجبري، يلاحظ أن المجموع الجبري لمجموعة الانحرافات أو لهذه الانحرافات لابد أن يساوي صفر. يعني أنت بعد ما تدير مجموعة قياسات مثلا 10 قياسات تبي تحسب الانحراف، كل قراءة عندها انحراف، انحراف القراءة الأولى يساوي القراءة الأولى ناقص المتوسط الحسابي، انحراف القراءة الثانية يساوي القراءة الثانية ناقص. بالطريقة هذه لو حسبت الانحرافات هذه كلها دي 1 دي 2 ودي 3 ودي 4 عند دي 10، لأنك أنت بدير كم قراءة، أنت كم دير قياس؟ 10 قياسات، فتقدر تدير شنو؟ 10 انحرافات، كل قراءة عندها انحراف أو كل قياس عندها انحراف، تمام. فأنت جبت من دي 1 لدي 10، قال لك لو تجمعها المجموع الجبري بإشاراتهم حيطلع لك المجموع الجبري تاعهم كم؟ بصفر، تمام؟ نقدر نختصرها في معادلة نقول summation من i لواحد، يعني من دي 1 إلى n آخر قياس 10 أو كذا، حيقعد يساوي شنو المجموع الجبري؟ يساوي صفر. يعني جبري شو معناتها؟ معناتها تاخذ كل قياس كل انحراف بالقيمة الإشارة بتاعها، موجب أو سالب. ليش؟ لأن الانحراف قد يكون سالب أو يكون موجب. انحراف مرات تطلع قيمته موجبة أو تطلع قيمته سالبة، مرات قيمة القياس، مرات قيمة القياس تطلع أكبر من القيمة المتوسطة للقياس. لما تجي تحسب الانحراف هو شنو الانحراف؟ قيمة القياس ناقص قيمة المتوسطة. ومرات العكس، مرات قيمة القياس تطلع أقل من قيمة المتوسطة، فمرات القياس هذا يطلع الانحراف معلش يطلع ممكن موجب أو سالب. فلما تجمعهن الصميشن تاعهن هيطلع صفر. هذه معلومة باش تعرفها. الانحراف المتوسط لو ما طلع الصميشن تاعهم صفر معناتها عندك خطأ في وحدة من حسبة الانحرافات. واحد من حسب الانحرافات عنده خطأ، ضروري يطلع بعد ما تتأكد الإجابة بتاعتك، ضروري تجمع الانحرافات بطريقة جبرية هيطلع المجموع بتاعهم صفر.
هذه تأكيد الحل بتاعك. انحراف متوسط قانون آخر اللي هو الأفريج ديفيشن اللي هو انحراف متوسط. شنو هو الانحراف المتوسط؟ قال لك الانحراف المتوسط هو المتوسط الحسابي للقيم المطلقة للانحرافات. شوف أنت للقيم شنو؟ المطلقة للانحرافات. يعني يبي يجيب متوسط حسابي، متوسط حسابي شنو؟ للقراءات؟ لا، يبي يجيب متوسط حسابي شنو؟ للانحرافات. بس ما قالكش متوسط حسابي للانحرافات طول، قال لك للقيم المطلقة للانحرافات. شو معنى الكلام هذا؟ تعرف لو قال هو متوسط حسابي للقيم الانحرافات، راهو ديما المتوسط الانحراف متوسط قيمة الصفر. ليش قيمة الصفر؟ لأن شنو هو المتوسط حسابي؟ متوسط حسابي لأي شيء، انحرافات، أي شيء آخر، شنو هو؟ مجموع الأشياء هذه قسم عددها. لما يقول لي متوسط حسابي لقيم الانحرافات، معناتها بنجمع الانحرافات هذينا ونقسمها على عددها. وأنا عارف معلومة أن حاصل جمع الانحرافات هذينا شنو يساوي؟ يساوي صفر. صفر قسمة أي شيء عددها حتعطيك صفر، فمعناتها أنا ديما الانحراف متوسط صفر. لكن شنو قال لك هو في قانونها؟ في التعريف قال لك هو المتوسط الحسابي، ما قالكش لقيم الانحرافات، قال لك القيم المطلقة للانحرافات. يعني كل انحراف تاخذ القيمة المطلقة بتاعها. شو معنى تاخذ القيمة المطلقة بتاعها؟ يعني تحطها بين خطين. يعني لو كانت القيمة سالبة شو بتاخذ انت؟ بتاخذها موجبة. هذا معنى القيمة المطلقة للانحرافات. يعني كل قيمة انحراف بروحها تبي تحطها بين خطين، وتبي في القانون شوف انت القانون مش كاتب من دي واحد زي دي اثنين زي دي ثلاثة خلاص، ده كتب دي كابيتال اللي هو الانحراف المتوسط. شو يساوي؟ يساوي القيمة المطلقة للانحراف الأول زائد هذا مجموع الانحرافات، بس مجموع القيم المطلقة للانحرافات زائد قيمة مطلقة الانحراف الثاني زائد قيمة مطلقة الانحراف الثالث وهكذا إلى نكمل قيم الانحرافات، اللي هو كل قياس عند الانحراف إلى نكمل عدد القياسات. ندير 10 قياسات معناتها الدي ان ان ب 10 قسمة عدد القياسات اللي هو مثلا ان أنا عندي 10 قياسات، عندي دي 10 نقدر ندير عندي دي ان معلش قسمة ان هو عدد القياسات. فالخطين هذين يعني أنك شنو؟ يجيب القيمة المطلقة، يعني أن الانحراف هذا لما يكون سالب حتحول السالب، القيمة المطلقة هذه نحول السالب. فحسبك هنا البسط مش حيطلع صفر. فحسبك مقايل لي القيم المطلقة للانحرافات. فهكي الخطين هذين حولوا للسالب، فيطلع عندي ديما فوق موجب حيطلع عندي ديما قيمة للانحراف المتوسط. هذا الفرق بين أن لما ندوي نقول هو المتوسط الحسابي للقيم الانحرافات هيك حنجمع دي واحد زي دي اثنين زي ثلاثة على طول حيطلع ديما صفر صفر قسمة أي حاجة صفر حيطلع ديما الانحراف المتوسط صفر. لكن هو قال لي هو شو معنى الانحراف المتوسط؟ هو المتوسط الحسابي للقيم المطلقة. مطلق كلمة مطلقة أنا تفرق عندي، مطلقة معناتها كل قيمة بناخذها الموجب بتاعها بس بنحذف السالب بتاعها إذا كان هي فيها سالب. فأنا حط هسبك نحط في خطين لأن قال لي المطلقة، فيجد قانون هيك يفرق خطين هذين، يعني أحذف القيمة السالبة بتاع إذا كان سالبة للرمز هذا، الدي واحد إذا كان سالب بين خطين حناخذه موجب، الدي اثنين إذا كان سالب حناخذه موجب بالطريقة هذه. فقانون بتاعي بتاع الانحراف المتوسط شنو حيساوي؟ يساوي بين خطين الدي واحد هو قيمة مطلقة الدي واحد زائدا بين خطين الدي اثنين زائدا بين خطين ثلاثة وهكذا إلى نكمل عدد الانحرافات كلهم قسمة عدد القياسات اللي هو ان. هيك نقدر هيك حيطلع عندي ديما قيمة للانحراف المتوسط. نجي اللي بعدها نجي اللي بعدها هو شنو؟ هو الانحراف المعياري. شنو هو الانحراف المعياري؟ هو ستاندرد ديفيشن. الانحراف المعياري مجموعة من القيم هو مقياس لاختلاف هذه القيم عن قيم متوسطة. قال لك شنو هو الانحراف المعياري؟ هو المجموعة من القيم هو مقياس لاختلاف هذه القيم عن قيم متوسطة. كيف نحسبوه رياضيا؟ قال لك الانحراف المعياري مزود برمز S يساوي جذر البسط. شو فيه؟ جذر القيمة هذه كلها، جذر البسط فيه مربع الانحراف الأول زائد مربع الانحراف الثاني زائد مربع الانحراف الثالث زائد مربع الانحراف الرابع إلى آخر انحراف، إلى آخر قراءة حتى هي عندها انحراف، كل قراءة عندها انحراف إلى عدد القراءات إلى دي إن. قسمة يا إما نقسم على N أو N ناقص 1، بأمتى نقسم على N وأمتى نقسم على N ناقص 1؟ هذا قانون تاعي هطبقه، يا إما N يا إما ناقص 1. أنا قال لك N أو أور معناته أو N ناقص 1. فأمتى نستخدم N في المقام وأمتى نستخدم N ناقص 1 مقام؟ قال لك أنا طبقا لعالم الإحصاء إذا كانت القراءات كم درت قراءة أقل من 30 قراءة، يعني أنت درت أقل من عملية 30 عملية قياس، فتأخذ في المقام N ناقص 1. أما إذا كان أنت درت 30 فما فوق عملية قياس، يعني أنت درت 30 مرة قست عملية قياس، يعني إن عندك 30 أو أكثر، فأنت في المقام هيك حتاخذ إن. نحن طبعا على الغالب مش مستحيل نجيب لك جدول فيه 30 أو 35 وكذا، ديما حنجيب لك جدول فيه أقل من 10 8 15، يعني مستحيل نهلب 15 عملية قياس، 15 قراءة يعني، حنكرر أكثر من
15 مره. فانت ديما في المقام في بالنسبه للحسابات انا حتاخذ ان ناقص واحد، لكن هذا قانون عام يوضح لك بس انك انت راهو مرات تاخذ ان في المقام ومرات تاخذ ان ناقص واحد. الان في حال انك قدرت اكثر من، في حال ان الان كانت اكثر من 30 حتاخذ ان في المقام، في حال ان الان هي تكرار عمليه قياس كم درت مره عمليه قياس عدد مرات القياس اذا كان اقل من 30 فانت حتاخذ في المقام ان ناقص واحد. فنحن في العموم في قوانيننا نحن حنحل مسألنا حناخذ مقام كم ان ناقص واحد، لان نحن مش حنديره اكثر من عمليه، مش حنجيب لك جدول في اكثر من عمليه 30 قياس. تمام. في الحالة هذه حاجة قانوني حنستخدمها هو اس الانحراف المعياري يساوي جذر المقام مربع الانحراف الاول زي مربع الثاني زي مربع الى اخر انحراف دي ان تربيع قسمه افتح قوس ان ناقص واحد. قلنا ليش ان ناقص واحد؟ لان نحن حنجيبه اقل من عملية 30 قياس، ان حتكون اقل من 30 يعني عدد مرات القياس حيكون اقل من 30، فحناخذ في مقام احنا ان ناقص واحد. إيه ليش البسط؟ أنا هنا لو واحد يقول لي يا أستاذ ليش ما درست قيم مطلقة للانحرافات؟ لأنك أنت عارف أن لو جمعت انحرافات دي واحد زي دي اثنين زي دي ثلاثة زي دي أربعة زي إلى آخره إلى دي إن حيعطيني صفر، صح؟ لأن إحنا قلنا ضروري يعطي صفر مجموع انحرافات مجموع جبري لهن. فنحن نحطه في الانحراف المتوسط باقي نحطه في القيم المطلقة باش يطلع لي رقم باش يحذف العلامة السالبة. ليش أنا ما درتش قيم مطلقة؟ ليش ما درتش دي واحد حطيتها بين خطين خليت قيم مطلقة بتاعها ودي اثنين حطيتها بين خطين ودي ثلاثة حطيتها بين خطين؟ ليش؟ لأن التربيع في القانون هنا التربيع شو يدير؟ حتى لو كانت الدي هذه قيمتها سالبة شو يدير التربيع؟ يلغي السالب، مربع سالب موجب. فحسبك أنا ما نستحقش نقول المجموع الانحرافات قيم مطلقة الانحرافات في البسط، بالمزاج ندير خطين لأن التربيع هذا يلغي السالب أصلا في القانون. واضحة؟ فأنا ما درتش كي قيمة غنن لأن التربيع هنا في قانون يلغي السالب ككل انحراف. دي واحد تربيع، تربيع هذا لو كان دي واحد قيمة سالبة حيلغي التربيع هذا قيمة سالبة، ونفس الطريقة دي اثنين ودي ثلاثة كذا، في قانون موجود التربيع للانحراف. فلو جينا نحن المثال هذا باش نوضحوا فيه المثال القوانين اللي خذيناها توا، فقال لك من جدول التالي احسب. احسب شنو؟ احسب أول حاجة المتوسط الحساب للقراءات، مجموعة من القراءات عطيني أربع قراءات. فأنا الإن عند كم عندي إن؟ إن بأربعة لأن القراءة الأولى الثانية تتربع إن بأربعة، فأعطيني يبي متوسط حساب الأربع قراءات هذينا. مطلوب الثاني يبي انحراف كل قراءة، القراءة الأولى كم انحراف متاحة، الثانية كم انحراف متاحة، الثالثة كم انحراف متاحة، الرابعة كم انحراف متاحة، كل قراءة عندها انحراف. يبي المجموع جبري الانحرافات، احنا عارفين مجموع جبري الانحرافات المفروض يساوي صفر، طالب مجموع جبري. ويبي انحراف متوسط اللي هو قانون تاع شنو يساوي مجموع انحرافات بس كقيمة مطلقة قسمة عددها. ويبي انحراف معياري اللي هو جذر مربع مجموع الانحرافات كل انحراف التربيع بتاعه مجموع قسمة ان ناقص واحد، ان نحن عدد ان بتاعنا كم عمليه قياس درنا نحن اربع وحده بس، فلما يكون اقل من 30 حتاخذ في المقام ان ناقص واحد. فهذا نعوضه في المثال هذه. نجي اول حاجه بنحسب متوسط حسابي، نقول متوسط حسابي القراءات امينه هو مجموع قراءات على عددهم، القراءة الأولى قيمتها 50.1 زائد القراءة الثانية 49.7 زائد الثالثة 49.6 زائد الرابعة 50.2 قسمة عددها من أربع قراءات، حاطين متوسط حسابي لمجموع القراءات بينا 49.9. نجي المطلوب الثاني اللي هو يبي انحراف كل قيمة، يبي مجموع انحراف كل قياس دي اي. الانحراف الأول دي واحد يساوي قيمة القراءة رقم واحد اكس واحد ناقصا متوسط حساب اكس واحد كم 50، قلنا القانون عام دي اي شو يساوي اكس اي ناقصا متوسط حساب دي واحد يساوي قراءة اللي هو الانحراف الأول شو يساوي القراءة الأولى هي إكس واحد ناقص متوسط حساب القراءة الأولى كم 50.1 ناقص متوسط حساب يطلع لي الناتج كم 0.2 بالموجب. الانحراف الثاني يساوي القراءة الثانية اللي هو إكس اثنين ناقص متوسط حساب القراءة الثانية من جدول قاعدة 49.7 ناقص متوسط حساب حسبته يطلع لي الناتج ناقص 0.2 بالسالب. القراءة الثالثة يساوي شنو المتوسط، معلش الانحراف الثالث شنو يساوي؟ يساوي القراءة الثالثة اللي هي نقدر ناخذها من الجدول 49.6 ناقص المتوسط حسابي اللي هو قاعد عندي حسبته 49.9 هيطلع عندي ناقص 0.3. الانحراف الرابع اللي هو شنو يساوي؟ القراءة الرابعة اللي هي 50.2 ناقص المتوسط حسابي هيطلع عندي الناتج كم؟ ممكن انا معلش اللي يساوي مش واضح، لكن انا قاعد دي 4 تساوي 50.2 ناقص 49.4 يساوي 0.3 بالموجب. تمام. فاللي بعد دي 4 دي يساوي واللي بعد 49.9 اللي هو متوسط حسابي بعدها يساوي. تمام، ممكن مش واضحه كويس فنبهكم عليها. بس هيك انا جبت انحراف كل قيمه هي دي 1 قيمه الاولى انحرافها دي 1 قيمه الثانيه انحرافها دي 2 قيمه الثالثه انحرافها دي 3 قيمه الرابعه انحرافها دي 4. باهي يبي المطلوب بعدها مطلوب الثالث يبي المجموع الجبري للانحرافات. جينا نجمعها باشاراتهم مجموع جبري الانحرافات فوضى على صفر.
بوينت 2 لما نجمع عليها ناقص 1.2 لما نجمع عليها ناقص 1.3 لما نجمع عليها بوينت 3 حيطلع الناتج صفر. ناقص يلغي الموجب، ناقص 1.2 تلغي 1.2، ناقص 1.3 تلغي 1.3 حيطلع شنو الناتج صفر. نجي للمطلوب الاخر اللي بعدها اللي هو انحراف المتوسط. حفظ شو يساوي؟ يساوي المجموع قيم المطلقه للانحرافات قسم عددها. قيم المطلقه انحرافات، هذا انحراف متوسط. قيم مطلقه ناخذ الانحراف الاول البوينت 2 هنحطها بين خطين قيم المطلقه نتاعها، زائد الانحراف الثاني ناقص 1.2 هنحطها بين خطين يعني قيم المطلقه نتاعها ناخذ، زائد الانحراف الثالث اللي هو ناقص 1.3 هنحطها بين خطين اللي هو بناخذ قيم المطلقه نتاعها، زائد 1.3 هنحطها بين خطين اللي هو بناخذ قيم المطلقه نتاعها. شو معناتها بناخذ قيم المطلقه نتاعها؟ يعني بوينت 2 هذه موجبه اوكي اول وحده هناخذها كما هي، زائد ناقص 1.2 الخطين هذين يلغى الناقص، يعني كانها بوينت 2 زائد بوينت 2 هذه بوينت 4، زائد ناقص 1.3 قاعده بين خطين، الخطين هذين شنو قيم المطلقه؟ يلغى الناقص حيلقى زائد 1.3. يعني بوينت 4 زائد بوينت 3 حيلقى كم؟ بوينت 0. زائدا بين خطين بوينت 3 موجب حناخذها كما هي، بوينت 3 حيلقى فوق لان المجموع شنو؟ واحد والبسط. بوينت 2 وبوينت 2 وبوينت 4 معاها بوينت 3 بوينت 7 ومعاها بوينت 3 واحد اخر تلقى واحد. قسمه عدد القراءات بينها كم؟ 4. حيلقى ربع اللي هو بوينت 25. هذا الانحراف المتوسط. نجيو للانحراف المعياري تعويف القانون يساوي جذر تربيعي للكلام هذا كله اللي هو نحسب البسط كله بعدين نقص مع المقام الناتج اللي يطلع عندي رقم اخر حاجه ندير عمليه جذر تربيعي. تمام، جذر تربيعي ندير اخر حاجه لان جذر للكلام هذا كله. فنجي نجمع المربع بتاع الانحرافات، مربع الانحراف الاول زي مربع الانحراف الثاني يعني بوينت 2 تربيع زائدا ناقص بوينت 2 تربيع ناقص تربع هيجد موجب زائدا ناقص بوينت 3 تربيع ناقص ناقص موجب هعدى حق بوينت 3 تربيع زائدا بوينت 3 تربيع. شفت الناقص حولته ليش؟ لاني ربحت انا. التربيع هذا يحكي على دي واحد تربيع، دي واحد بوينت 2 ربعتها كلها، يحكي على دي 2 تربيع، دي 2 تربيع هي شنو هي قيمتها دي 2 الانحراف الثاني؟ قيمتها ناقص بوينت 2، لما ربع ناقص بوينت 2 ناقص ربع والبوينت 2 ربعها، الناقص ربحتها موجب، فبوينت 2 ربعها كتبت انا ما زي ما حسبتهاش لكن وضحت لك ناقص حولتها ليش؟ يعني ربحت انا. تمام؟ فقاعد عندي في البسط الكلام هذا في المقام شنو؟ عدد ان ناقص واحد هو عدد قراءات اربع قراءات ان ناقص واحد. قاعد نجي مقام 3 نجي نحسب البسطة اللي هو بوينت 2 تربيع زائد بوينت 2 تربيع زائد بوينت 3 تربيع زائد بوينت 3 تربيع، طلع لي رقم نقص مع البوينت 3 حيطلع لي رقم حيجد جذر التربيع اذا الرقم هذا حيطلع عندك الناتج بوينت 294. تمام، ان شاء الله المحاضره الجايه نكملوا عقب محاضرات، واي استفسار قلنا نحن على كلامنا الاولي المحاضرتين لولات حيجد فيديو مش حتكون متواجد في القاعة غادي، المحاضرة الثالثة حتى هي حتنزل فيديو لكن حتكون متواجد في القاعة. أي استفسار في وقت المحاضرة حتكون متواجد، أي استفسار أي سؤال جو في المحاضرة في وقتها تكون متواجد في القاعة تسألوا عليه، ما عندكمش أي مشكلة إن شاء الله تكون متواجد وإن شاء الله نحلوا أي استفسارات وأي أسئلة أنتم عندكم وموفقين إن شاء الله. السلام عليكم.